السلام عليكم ورحمة الله. بداية اللهم صل وسلم على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. رجعت لكم بمقطع جديد. حل مشاكل توقف دولاب الحركة وتوقف ودوران الشاشة أثناء الفايت، وحل مشكلة توقف زر إطلاق النار أو إطلاق النار يصير عندك بشكل متقطع أو بشكل سنجل. وطبعا يا إخوان خلونا نوصل المقطع هذا أكثر من 2000 لايك. المشترك في القناة كمان يشترك فعل زر الجرس. طبعا يا إخوان بعد نزول هذا الفيديو بشيء قليل راح أفتح بث مباشر على الفيسبوك، رابط الصفحة مثبت بأول تعليق. أتمنى لكم التوفيق، ربي يسعدكم ومشاهدة ممتعة. هلا والله شباب، إجتني كثير تعليقات بسبب هذا المشاكل. توقف دولاب الحركة، توقف ودوران الشاشة أثناء الفايت، وكمان توقف زر إطلاق النار أو إطلاق النار يصير عندك بشكل متقطع ويضرب عندك سلاح سنجل ورقم أنت حاط سلاح فول أوتو. فطبعا يا إخوان الشرح جدا مهم، شاهد الفيديو للأخير. فطبعا يا إخوان أول شيء راح نحكي عن الفرق بين المخطط الأول والثالث. يا إخوان الفرق بين المخطط الأول والثالث أو المخططات بشكل عام يأثر بشكل جدا كبير على دولاب الحركة. إذا خلات إصبعتك على دولاب الحركة يتحرك اللاعب معك بشكل جدا تمام دي جدا وبدون أي مشاكل. إذا خلات إصبعتك فوق أو تحت أو يمين أو يسار دولاب الحركة بشكل جدا بسيط راح تبرم معك الشاشة يمين يسار وتسبب عندك مشاكل. لازم دولاب الحركة يكون تحت إصبعتك مباشرة، إصبعتك وين تنزل على الشاشة لازم يكون زر الحركة تحت إصبعتك. هذا بالنسبة للمخطط الثالث. بالنسبة للمخطط الأول عكس ذلك تماما. إذا خلت إصبعتك على دولاب الحركة راح يتحرك معك اللاعب، إذا يمين أو يسار كمان يتحرك معك اللاعب بدون مشاكل. في إخوان كثير أجتني أسئلة، ماهر نحن نستخدم المخطط الأول دولاب الحركة بيتوقف معنا أثناء الفايت، الشاشة تدور معنا كمان يمين ويسار وزر إطلاق النار كمان يتوقف معنا أو يضرب بشكل متقطع. يا إخوان هاي المشكلة أو هاي المشاكل تسببها حواف الشاشة. حواف الشاشة يا إخوان أنت ما بتنتبه على أطراف إيدك أو ما تنتبه على مؤخرة إصبعك من تحت فتلمس بالشاشة، في إخوان يصير جلتش باللمس ويتوقف معك أو دولاب الحركة أو تبرم معك الشاشة يمين ويسار أو يصير عندك الطلق بشكل متقطع. يا إخوان أطراف الشاشة لازم تنتبهون منها بشكل جدا كبير. شو هو الحل؟ جيبوا لكم كفر جوال يكون يبعد أطراف إيدك عن شاشة الجوال، يعني لازم أطراف إيدك أبدا ما تلمس. يا إخوان يسبب ضياع إيم، يسبب توقف دولاب الحركة، ويسبب توقف أو دوران الشاشة ويخلي عندك الطلق يصير سنجل. يا إخوان حواف الشاشة انتبهوا منها وحاولوا تبعدون إيدينكم عن الحواف بشكل جدا كبير، خصوصا الناس اللي تلعب جيروسكوب بتحرك الجوال كثير يمين ويسار وما تنتبه على شاشة أثناء الفايت. لها سبب يا إخوان، يتوقف عندك دولاب الحركة، يتوقف عندك زر إطلاق النار، وكمان تتوقف معك الشاشة وتروح يمين ويسار. وطبعا يا إخوان هذا بالنسبة لحل المشاكل. بالنسبة للمخطط الأول خلي زر الحركة تحت إصبعتك تماما، يعني في ناس تخلي زر الحركة بهذا المكان وتلعب بالآيباد. يا إخوان هذا بشكل جدا غلط لأنه راح يصير معك جلتشات واللاعب يتحرك معك يمين ويسار ورقم أنت ما تلمس على دولاب الحركة. هذا بالنسبة للمخطط الأول. المخطط الثالث كذلك تماما، زر الحركة تحت إصبعتك مباشرة، وين إصبعتك تنزل على الشاشة خلي إصبعتك على زر الحركة. فطبعا يا إخوان حاليا أخليكم مع جيم بلاي 16 كل فايتات جدا أسطورية بتقييم الإيس يعني قطاعات. فطبعا يا إخوان أتمنى دائما المقطع باللايك، المهم مشترك بالقناة كمان يشترك فعل زر الجرس. أتمنى لكم التوفيق، ربي يسعدكم، مشاهدة ممتعة. وين جوا فوق؟ هو وين صار؟ اوكي نوك طلع اخضر بدي واتش اوت
100 سنة ما تنزلني نوك وعاد الدوج اللي عندي 100 سنة. لم يمشي الحال. Marked a location. بس تقدر تركب على البقي بس فاهم معهم عصب بالسيارة. واحد مسكته طالعين طالعين.